اجتهد يا أخي في أن يكون هذا القرآن شفيعا لك يوم القيامة، يقودك حتى يدخلك الجنة، وأن لا يكون ماحلا مصدقا عليك ينشب في ظهرك يسوقك إلى النار، فإن الذين أعرضوا عنه وتركوه ظهريا ينشب في ظهورهم يسوقهم حتى يكبهم على وجوههم بالنار. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فيا حسرة الذين هجروا القرآن فلم يحكموه في النهار ولم يقوموا به في الليل وأعرضوا عنه وتركوه. إن هذا القرآن بيّن الله سبحانه وتعالى ما فيه لنا من النفع والهداية والرحمة والشفاء، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.